بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد في العاصمة السعودية الرياض نلتقي لنستكمل معا مسيرة البناء وتبادل الخبرات والتجارب الاستثنائية في منتدى مستقبل العقار بنسخته الثالثة. نلتقي لبحث الحلول الابتكارية للتحديات وتطوير القدرات مما ينعكس إيجابا على القطاع العقاري، هذا القطاع الحيوي الذي يجد كل العناية والاهتمام من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، لما له من تأثير مباشر في حياة الناس واستقرار الأسر وتوفير حياة كريمة تلبي تطلعات السكان وتحسن من جودة الحياة، بالإضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمته الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث من عام 2023، كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية، وهو ما يؤكد أهميته وحيويته. وبفضل هذا الدعم السخي والرؤية الطموحة أصبح لدينا اليوم سوق عقاري جاذب للاستثمارات، محفز للنمو، قادر على المحافظة على الاستدامة والازدهار، يمتلك تنظيمات وتشريعات مرنة تحقق له فعالية ومرونة في استيعاب كل جديد في هذا القطاع. أيها الأحبة، لقد شهد القطاع العقاري تحولات وتغيرات مدروسة وكبيرة خلال السنوات الماضية على كافة المستويات، سعياً لمواجهة مشاكل وتحديات القطاع، فعلى مستوى التنظيمات والتشريعات العقارية عملت منظومة بتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة بسن وإحداث تنظيمات تشريعات ساهمت بدورها في وضع الضوابط وحفظ الحقوق وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاع، حيث تعد التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أداة جذب رئيسية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع العقاري، وتعزز التنمية والتطوير والابتكار والإبداع في القطاع، كما تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية وخلق صناعة عقارية ناجحة ومستدامة. وخلال السنوات الخمسة الماضية صدر أكثر من 15 تشريع عقاري، أهمها نظام التسجيل العيني للعقار، نظام الوساطة العقارية، نظام المساهمات العقارية، نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، إضافة إلى صدور عدد من اللوائح التنظيمية والأنشطة العقارية مثل المزادات والاستشارات والتحليلات العقارية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع بتشريعات داعمة تعزز الموثوقية والشفافية مثل إيجار وملاك وفرز وغيرها من الأنظمة التي تم إطلاقها لتعزيز الشفافية في القطاع. وفي مجال التمويل والدعم السكني بلغت مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية إلى أكثر من 650 مليار ريال، وبلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد. لقد عملنا منذ إطلاق برنامج الإسكان في عام 2018 وحتى نهاية العام 2023 على تعزيز المعروض العقاري بطرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية، كما نسعى لمواصلة تعزيز هذا المعروض لما يقارب المليون وحدة سكنية حتى عام 2030 بالشراكة مع كبرى الشركات التطوير العقاري مثل الوطنية للإسكان وروشن وغيرها من الشركات في داخل المملكة وخارجها.
وامتداداً للدعم الذي تقدمه الوزارة لقطاع التطوير العقاري، يأتي مركز خدمات المطورين العقاريين إتمام لتمكين المطورين العقاريين وتسهيل وتسريع إجراءات حصولهم على الخدمات التي تتطلبها المشاريع السكنية وفق رحلة عميل محوكمة مع شركائنا في القطاعات الحكومية المعنية وشركات الخدمات العامة، حيث تم تأهيل نحو 2000 مطور وتمكين اعتماد 765 مخططاً بمساحة إجمالية تزيد عن 16 مليون متر مربع، ودعم واعتماد واستلام مخططات البنية التحتية لأكثر من 350 مخطط سكني. الحضور الكريم، وبما أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري السعودي تعد وجهة مرغوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، فقد استهدفنا عقد عدة شراكات فاعلة محلية ودولية لخلق تنافسية لتنمية القطاع وتعزيز المعروض العقاري، وحرصنا على عقد شراكات نوعية لتحقيق قفزات نوعية في مجال التطوير العقاري عن طريق شركات وبيوت خبرة دولية عملاقة توفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات. ضيوفنا الكرام، أتمنى لكم رحلة ممتعة مليئة بالمعرفة من خلال مشاركتكم في هذا المنتدى، وكل ثقة بأننا سنستثمر ما لدينا من معرفة في استكمال نمو القطاع العقاري بما ينعكس على مستهدفات بلادنا الغالية ورؤية قيادتنا الرشيدة وتلبية لطموح شعبنا العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.